في الخوض 50 قلم 200 بيسة، 50 قلم أزرق 200 بيسة، 50 قلم أزرق غيرهم 200 بيسة، كلها في وين؟ بمركز الريال في الخوض، سعر جملة للمدارس. الصبورة مع القلم 200 بيسة، الأدوات التعليمية على 200 بيسة. الحاضر يبلغ الغايب، مركز الريال في الخوض، وصلت أغراض العودة للمدارس، موقعهم جسر الخوض باتجاهك على الباطنة. تحصلون محطة شل، ادخل داخل تحصلوهم هني على اليمين. قبل لا تبدأ الزحمة خبروا الناس وشوفوا الإعلان كله. من يوم رايح غيروا اسمي، كتبوا خليفة البلوشي توفير. تبغى التوفير؟ شوف معي، شوف. اختار أي مقلمة للمدرسة، 400 بيسة أي شكل. بوكسات الأكل للمدارس، اختار أي شكل، 525 بيسة. مطارات الماي والعصير للمدارس، 350 بيسة. وهالمطارة ب 150 بيسة. 500 ورقة E4، 990 بيسة. كل أغراض العودة للمدارس وصلت بمركز الريال. تعالوا شوفوا بعينكم وشوفوا الأسعار وقارنوا. المواد الغذائية العودة للمدارس، هذا البوكس كله بسكويت 375 بيس. المعمول مع التمر 350 بيس. مينو غالية، ثلاث حبات كبار 300 بيس. وضافوا لكم قسم الخبز والقسم المواد الغذائية للمدارس. تعال تسوق معاهم واشترى خبز حق المدرسة. كرواسون العودة للمدارس الكيس الكبير 525 بيس. وكل هذه المواد الغذائية سعر جملة فقط معاهم. كرتون العصير 30 حبة صنع في عمان، ريال و50 بيس. كيستين شيبس مع بعض كبار 525 بيسة، هنا التوفير. خمس حبات تيشو 550 بيسة. كرواسون الكرتون فيه 24 حبة بريال 350 بيسة للمدار. أكبر قسم للمنظفات وللصابون وللمواد الغذائية، وقسم الألعاب وقسم الأواني أقل أسعار معاه. الشنط المدرسية للأكل، والشنط المدرسية للطلاب والطالبات، والملابس المدرسية.